تعالي بس تعالي تعالي تفضلي تعالي تفضلي انا سيد مقتدى تعالي تفضلي خلي بقوا على الاسلام هو احنا محتومين على الاسلام يهود يرحم بلدنا بلدنا دا يموتون بالسجون مش شغل تحسون لينا احنا امهات تريدون فلوس بلدنا واجابه واحده احنا فلوس واجابه واحده جاي المكامله ما بفلوس مكالمة ما بفلوس لين نجيب لين نجيب نطلع الطريق الحرام ما نسويها اللي اقتلنا فتنا لو بفلوس الله يبارك فيك من نسوي الحرام ظلم يبيهم شغلنا حلال ما تنقابل رب فريق صاحب القضية طلع عدم كفاءة الأدلة لأنه تمام الله يعني بس دقيقة بس دقيقة انت مال عشيرة انت تريدين بس دقيقة انت تريدين انت تريدين خلي احكي على مودك والله على سولفي سولفي خلص عفوة حجية بس سوي من الطريق يساومون على الفلوس بس اعطيني ايدك كابتن ابو قضية طلع عزمكم بعد الادلة كابتن تصوير وانا ابني مظلوم لان ما عندي انطي سوى اربع ارهاب خطف ولا اكو خطف ولا اكو قضية ولا اكو مشكلة كفيلك الحسين ايش رادوا ما يكون فلوس؟ كفيلك الاسلام ما اكو قضية رادوا فلوس من عندي ما عندي الفصل رادوا فصل وابني ما مسوي شيء ليش انت فصل هرش ولا مرشوة؟ اريدون فصل من عندي؟ تمام ليش؟ تمام ليش يا سيد مقتدى؟ هاي رسالة للسيد أروح أريد أقابله ما حد يوصلني إليه أنا هسه بس خليني نسولف والله خليني نسولف ما حد يوصلني والله الله يعينك رسالة للسيد مقتدى الصدر رسالة إلى المكتب الإعلامي للسيد مقتدى الصدر إن الحجية هاي بمظلوميتها مظلومية الناس تريد تقابل السيد مقتدى الصدر والسيد مقتدى الصدر اليوم السيد مقتدى الصدر اليوم وعنده مكالمة راعي للإصلاح والناس تريد تقابله فأكل مظلومية المشكلة من الصر بها مظلومية هذه مسؤولية كبيرة ليش كل من يطلع جماعته؟ احنا مين جايين؟ تمام احنا مين جايين؟ احنا مو في البلد تعال تفضل حاضر بس تعال